نسبة العنف عالية برش. في غياب المنشآت ما فماش لا نوادي لا كشافة لا سبور، حتى القاعة الوحيدة اللي كانت يعني تلم الأحياء المجاورة حفر مر بني نافع اليوم مسكر لسنتين. صغار ما عادش ترانا، ونعرف القدرة المعيشية متاع الجهات هذه راهي ضعيفة برشا. يعني اللي وليك باش تقول له تدريب ب 30 وب 40 ما يجيكش. كي نقعدوا عندنا قاعة على ملك البلد تقريبا أسعار رمزية ومعظمها مجاني، الصغار متيشة في الشارع من 8 متاع الصباح النص الليل مع الشيء الموجود ومانيش نحكي عليه شيء يعني اختار داهم، وتجيك من بعد انت منشأة مسكرة عامين. مقرنا الأساسي قاعة بير مسيوغة المغطاة اللي هي مغلقة تو عندها عامين. من كان باش ندخل نحكي على المنشآت برشا ناس باش تغش، تقريبا ما عندناش منشآت، والمنشأة ذي فيها تصدعات تسكرت. جرينا علاش وقتاش تحل علاش راهو تخيل انت راهو التصنيف بير مسيوغة ماهيش حي شعبي، خاطر حي شعبي ربما الكوديا جارزونا بير مسيوغة هي ناس جات استوطنت في منطقة شعبية يعني عقلية أخرى. بالحق رغم النقص الكبير للوعي راهو احنا نحكيو على ظاهرة عنف مثلا، راهو العنف نسبة العنف عالية برشا. في غياب المنشآت ما فماش لا نوادي لا كشافة لا سبور، حتى القاعة الوحيدة اللي كانت يعني تلم الأحياء المجاورة حفر مر بني نافع اليوم مسكر لسنتين، ونسأل ونجري وبربي وقتاش تبدأ هالمنشأة هذه ترجع. مؤخرا كان عندنا برنامج عيطونا 3 أشهر ولا 4 أشهر القاعة هنا الجمعية رغم العراقة نتاعها والإنجازات، خاطر أنا كان باش ندخل في الانجازات كان باش نظلم عباد والناس تعرف شنو جمعيه نزل الذهبي حتى على مستوى المندوبيه ولا على مستوى الولايه شنو الانشطه. اول جمعيه نعملوا تظاهره دوليه انترناسيونال في الكيك بوكسينغ في 2015، الجمعيه يعني عندها تاريخ. اليوم نلوجوا باش وليداتنا يترانوا راي بير مسيوغا اليوم تواجهوا في صعوبات كبيره باش تاثروا الوليدات الذوما باش تشوفوا كيفاش تحتضنوهم باش تبعدوهم على الانحراف. أختي الغالية احنا راهو التراس بدات، احنا بير مسيوغة كمنطقة ربما في الليل ما تنجمش تمشي فيها في وقت من الأوقات. اليوم أولادنا تعلموا ولا فما نوع من الاحترام والتهذيب اللي صار موجود، لكن للأسف مشروع منقوص، انقطاع عامين، صغار ما عادش ترانا، ونعرف القدرة المعيشية متاع الجهات هذه راهي ضعيفة برشا. يعني اللي وليك باش تقول له تدريب ب 30 وب 40 ما يجيكش. كي نقعدوا عندنا قاعة على ملك البلد تقريبا اسعار رمزيه ومعظمها مجاني، تجم انسان راه ماهوش صعيب باش انك تسال، يقولوا لك القاعه كانت تستقطب 120 اتليت في الكيك بوكسين، زعما 120 دينار واحد هذوما كي خلصوا منهم 20 واسعار رمزيه نعودوا فرحانين، انجاز عظيم. لكن الاعظم انه كنا سبب باش برشا منهم يدخلوا التكوين المهني، كنا سبب انه باش ندفعوا معظمهم المدرسة الوحيدة في مرمسي وغيرها. معناها بديتوا تشوفوا في ليزافونتاج متاع التدريب متاعكم متاع الجمعية اللي احتضنت الصغار هذم، وللأسف انقطع النشاط. وللأسف أنه بدينا نحسوا بيأس، رغم أنه الكلمة كبيرة شوية لكن نوع من اليأس. أنا اليوم نحس في روحي غريب، كنجي أنا نلوج على منشأة، أنا نخدم منشط رياضي مركز تكوين مهني ونخدم في مركز تكوين النجم نعمله، لكن اللي يحس أنه بالحق فما نوع من صيلة بالصغيرات، راهو الصغار متيشة في الشارع من 8 متاع الصباح النص الليل مع الشيء الموجود ومانيش نحكي عليه شيء يعني اختار داهم، وتجيك من بعد انت منشأة مسكرة عامين. شنو مطالبكم انتم؟ احنا اول حاجة عندنا القاعة هذه متاع بير مسيوغة رجاء تتخذ فيها قرار، راهو الشباب في كفة يا صغيرات في كفة، نحكي وتغمض عين تقوم الصباح تلقى شكون في الإصلاحية، تلقى شكون انقطع الدراسة، نسبة عزوفة كبيرة على الدراسة، كنا على الأقل ندزوا شوية احنا ما. والطلب الثاني صدقا اخويا المعاملة بمكيالين، خاطر احنا جينا دشنا القاعة هنا أول عباد جبنا صغيراتنا ودخلنا طلبوا منا مطلب، كتبنا مطلب باش ناخذوا توقيت، احنا إداريين تسلسل إداري، وبعد نكتشفوا إنه يتم إقصاءنا. صغيرات شنو الذنب؟ من طرف شكون؟ انا من طرف انا توا نحب نعرف شنو الاسباب، خاطر انا كان امور علميه نقول انا اللي يدرب في 6 أيام في الجامعه راهو ماهوش لوجيك وماهوش منطقي وماهوش علمي، راهو حصه تدريبيه تدوم من ساعه ربع للساعه ونهار بعد نهار، خلينا القرايه صغير كنحطه كل يوم يتدرب يجي حاسبه من بعد على النتائج.
ونعرف انا شنو هو النتائج للاسف الشديد. انت صغير كل يوم يترنى شنو بشاكره بشاكره. كي جينا نطالبوا بالمنطق وبالعالم يا ولادي راهي ما تجيش، راه نورمالمون نجموا نشتركوا زوج جمعيات او كان يكون الفضاء مشترك. انت خدم على روحك تلقوا روحنا مقصين، وبدينا نفهموا انه الشيء ماهوش شيء فما وراه النا بصراحه. صدق صدق كان انا اليوم مدرب الحمد لله، انا فضت مرحله المدرب، انا اصغر مدرب في تونس عند درجه خامسه وعندي 12، نلقى روحي خبير نعتبر، نلقى روحي ما عنديش قيمه، ما عنديش قيمه. مدربين راهي اللي تدرب عمرها 22 سنه باش ياثر لك غشير صغير وتسال على المستوى الثقافي. سامعني ولدك انت تنجم تحطه عند انسان مستوى 7 و8 اساسي، وشنو هو تكوينه وشنو باش يطلع لك من بعد، شنو الافرازات؟ اكيد التكوين عنده دور كبير والتاثير معني لازم يكون متكون، اللي باش ياثر الصغيرات راهو سي با نامبورت كي. للاسف الشديد هو راهو الامر يطول شرحه، على خاطر المشكل ماهوش من الصغير ولا من الولي ولا حتى من صورة الاشراف. احنا تو في خبيله، الرجاء الاخير باش ما نطولش عليكم، احنا تو نداء بسيط يا ولادي، راهو احنا مسؤولين عك الشباب، مسؤولين قدام ضمائرنا وقدام ربي وقدام الصغير اللي اليوم تناجده يجيك. تانا اليوم كانوا باش يجيو الصغيره ما حبوش يجي، حسوا اخي انت تجيبه وتقول له راك باش تاخذ وتقف معاه كمسؤول وتحكي مع الصغير وعجبتكم الساله، ومن بعد تتلفت تلقاه مقص مسيو باش نخدمه، مسيو باش نجيو، مسيو باش نعمل، معناها ما عادش عارفين رواحكم وقتاش باش تجي تدربهم لهنا وقتاش باش تعمل انترينمون. بصدق خاطر فما نوع من الكرامه واحنا ماناش صغيرين الحمد لله، عندنا من الكفاءه باش نجموا نقيموا. ما احنا مش مرغوب فينا في البلاصه هذه، ونورمالمون الاولى والاحرى نتلفلوا البلاصه هذيك اللي ناقصه ونشوفوا حلول جذريه. خويا عندك قاعه مسكره علاش؟ شبي ما تاخذش فيها اجراء سريع؟ اجي نصلحوها. نداءك بليل شكون توجه به؟ والله لك سلطه الاشراف من بلديه المندوبيه لاي انسان قادر بصدق يستوعب فكره الصغار اللي نتايجها في الشارع. راهو اليوم كمدرب انا بديت نحس انه ما عادش عندنا قيمه، صغيراتنا متايجين في الشارع. انا صاحب رساله، صاحب مثال متوارث الامر، الاب في التعليم ورياضي ورثنا الشيء هذا باش نعديه للصغيرات. صحيح نحسوا انه المساج منقوص، ماذا بينا يتحركونا يشوفونا القاعه كبير مسيوغه. بالنسبه لهذا مبروك على اللي خذاه، لكن ما نحكروش مشاعر الصغيرات، ما تجيبوش وتوقفوا وتحكي معاه. راه حكيت مع صغير ومن بعد تحسسني انا كمدرب شنو باش نقول لاولادي. برا احلامه تحطمت بنا وجه، وصدقني انا مش نحكي عن انجازات. احنا راهو جمعيه تتصل، يعني عندنا 4 في الفريق القومي في الجوجوتسو، في الكيك بوكسينغ رانا كي نقول جمعيه تقريبا من احسن الجمعيات في لي ريزولتا في الكيك بوكسينغ لسنوات بدون منازع، وراهو يعرفوا الشيء هذا. ماني وزيد للاسف تلقى روحك بصراحه عاجز.